افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج المعسكر التثقيفي للأئمة بدمياط، بهدف التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس. وزير الأوقاف والهجرة ومحافظ دمياط يفتتحون المعسكر التدريبي التثقيفي للأئمة بالمحافظة، مؤكدين على تحذير الشباب من الوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية المتاجرة بحياة البشر تحت مظلة إمكانية توفير حياة كريمة من الهجرة غير الشرعية. الدولة المصرية نجحت في عهد السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحول ما كان يعرف سابقا بمراكب الموت إلا مراكب النجاة، وده يتطلب منا مزيدا من العمل. وأنا بأكد أن دعم المنتج الوطني بيعا وشراء وتجارة يعكس ذلك في توفير فرص عمل تؤدي إلى القضاء الكامل على الهجرة غير الشرعية، فواجبنا أن نعمل وأن نشجع المنتج الوطني. في إطار توقيع البروتوكول ما بين وزارة الهجرة ووزارة الأوقاف، النهارده دور الأئمة دور توعوي هام. احنا شعب متدين سواء مسلم او مسيحي، بالتأكيد انه الشباب لما يسمعوا من أئمتهم كل الكلام اللي هو بيتكلم عن الهجرة غير الشرعية، عن مخاطر هذه الظاهرة، مع الإيمان بالله، مع الإيمان ايضا بالوطن وبالفرص اللي بتقدمها الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية الكبيرة في كل أنحاء الجمهورية، ده بيدي الفرص البديلة اللي بيتكلم عليها سيادة الرئيس. النهارده الندوه كانت مفيده جدا، احنا بنوعي الشباب بمخاطر الهجره غير الشرعيه، بنقول لهم على الطريق الصحيح للي عايز يهاجر، الطريق المفروض ان هو قانوني وصح. طبعا احنا حضرتك عارف ان دمياط عندنا ليها تلتين اسطول الصيد وعدد الصيادين فيها كبير جدا، فطبعا الائمه النهارده في المساجد هيتكلموا كلهم على الموضوع ده، وده مفيد جدا. 31 مسجدا جديدا افتتحتهم وزاره الاوقاف على ارض محافظه دمياط خلال الشهرين الماضيين، واليوم تتوج المحافظه بافتتاح 3 مساجد جديده في حضور الوزراء والمسؤولين، ليكون اثباتا على انطلاق الدوله في عماره المساجد. حقيقة هذا اللقاء اليوم لقاء مبارك، لقاء طيب، في إحياء للأنفس وفي إحياء لمستقبل البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم الجميع وأن يسلم الجميع. مساحة المسجد حوالي من 250 متر، وما كانش فيه دور أول، عملنا دور أول علوي للسيدات بنفس المستوى ده بنفس الشكل ده، وطبعا تعايشنا مع الامور اللي موجوده على الديكورات الاسلاميه الحديثه يعني، وحسب تعليمات الاوقاف. من افتتاح معسكر تدريبي تثقيفي للائمه بمحافظه دمياط حول مخاطر الهجره غير الشرعيه الى افتتاح عدد من المساجد الجديده، اصرار الدوله المصريه على البناء والتعمير ونجاح في تحويل مراكب الموت الى مراكب للنجاه، فبلدك هي مركب النجاه. من محافظه دمياط، وليد هيكل، النيل.